أهلا بكم مجددا. من ضمن الملاحظات على برنامج الإندنوت، سواء الإندنوت إكس 9 أو 8 أو الإصدارات الحديثة، هو عن كيفية إضافة المراجع إلى مكتبة الإندنوت بصورة يدوية. فأحيانا قد يضطر الباحث إلى إضافة المراجع بشكل يدوي، فإحنا حنتطرق هنا إلى مثال عن كيفية إدخال المراجع أو معلومات الأبحاث يدويا إلى مكتبة الإندنوت. فعندي مثلا هذا المرجع، صحيح هو في مجلة مفهرسة، ولكن إحنا هنأخذ فقط كمثال. فعندي أروح إلى برنامج الإندنوت، أقوم بفتح البرنامج، أنا مسطب الإندنوت إكس 9، حيفتح البرنامج بهذا الشكل، هذه الواجهة التفاعلية. من أجل إضافة مرجع جديد حروح إلى قائمة ريفرنسز وأعمل نيو ريفرنس أو كترل إن من لوحة المفاتيح، حتفتح لي هذه النافذة. عندي هنا معلومات البحث، أول شيء عندي الريفرنسز تايب، هدخل أقوم بإدخال أو أقوم باختيار نوع البحث من هذه القائمة، سواء كان بوك، لو كان بوك من هنا، أو جورنال أرتيكل أو ثيسز وما إلى ذلك من الأنواع المختلفة. فمثلا الآن لو اخترت جورنال أرتيكل للبحث هذا الذي حقوم بإدخال المعلومات عنه، الأمر الثاني حيطلب مني أسماء الأوثر في هذا الحق، إذن هروح إلى البحث وأقوم بنسخ أسماء الأوثر بهذه الطريقة. أرجع إلى المكتبة وأعمل لصق أو كترل V. طبعا أسماء الأوثر هو دائما بيبدأ باللقب، نسمي عندنا اللقب أو اللاست نيم، وبينهم فاصلة ويكتب عندي الأسماء الأولى أو الاختصارات للأسماء الأولى. فمثلا الآن هعمل بهذا الشكل، أعمل أنتر من أجل ينزل لي سطر. وهكذا كل مؤلف حيكون في سطر جديد. طبعا الحروف التي تأتي فوق الأسماء أحاول حذفها حتى لا تعمل لخبطة في الاسم. إذن بهذه الصورة قمت بإدخال المؤلفين. أجي الآن إلى الير، السنة، سنة نشر البحث، هذه السنة موجودة فوق 2018. بعدين عندي التايتل، عنوان البحث، أرجع إلى البحث وأقوم بنسخ التايتل. أحاول أنه يكون التايتل كله في سطر واحد، عندك هنا كامل هذا الفيلد كامل إلى التايتل. عندنا هنا اسم الجورنال،
هذه فيزيكابي كوندنسد ماتر عفوا. نأتي إلى الفوليوم أو المجلد، هذا المجلد 539 رقم المجلد. عندنا البارت، عندنا العدد أو الإيشو لو في عدد، بس المجلة هذه لا يوجد فيها رقم للعدد. عندنا البيج الذي هي عدد الصفحات من واحد، أو أرقام الصفحات عفوا من 1 إلى 7. ستارت بيج الذي هي رقم 1. في معلومات أخرى، هذه طبعا أهم المعلومات التي عليك إدخالها. هناك معلومات أخرى مثل التايب أوف أرتيكل، شورت تايتل، هذه لا أرى أنها تفيد بشيء. ممكن الآي إس إس إن للمجلة تعمله هنا، أو الدي أو آي للمجلة برضو ممكن تنسخه هنا في هذه في هذا الفيلد، لكن أنا سأكتفي بهذه المعلومات الذي المعلومات المهمة جدا. بعد كتابة وإدراج المعلومات في هذه الحقول هروح إلى قائمة فايل وأعمل سيف. بهذه الصورة استطعت إدراج هذا المرجع وحفظه على قائمة على مكتبة الإندنوت. أقوم بإغلاق النافذة، ألاحظ المرجع أضيف هنا مثل ما نحن ملاحظين في هذا المكان. لو فتحت مرة أخرى هاي يرجعني إلى المعلومات التي قمت أنا بإدخالها. طيب لو أردت الاقتباس من هذا البحث، أرجع إلى البحث نفسه، مثلا أقتبس منه أي جملة، هذا اقتبست منه مثلا هذه الجملة، هروح إلى الوورد أو مكان الذي أقوم بكتابة البحث عليه، اخترت هذه الجملة. الآن أقوم بإدراج الريفرنس، هروح إلى قائمة الإندنوت وأختار Insert Citation، أكتب اسم السنة أو أي كلمة مفتاحية تدل على معلومات هذا البحث الذي أنا اقتبست منه. طبعا هذه هي المعلومات لهذا البحث الذي قمت أنا بإدخالها الذي هو ميخائيل 2018. Insert، ألاحظ أنه البحث نزل عندي بهذا الشكل. هذه أسماء المؤلفين مثل ما قلنا، عنوان البحث، المجلة، سنة النشر، المجلد، وعندي أرقام الصفحات. طيب هناك استفسار آخر ببعض المتابعين للقناة استفسروا فيه، كيف نقوم بالتعديل على معلومات البحث؟ مثلا أحيانا قد أقوم باستيراد مرجع معين ويكون فيه نقص، سواء في أسماء المؤلفين أو السنة أو أرقام الصفحات، فكيف أضيف على البحث أو أحذف شيء معين؟ فحروح إلى قائمة الإندنوت على برنامج الوورد، ومن ثم أروح إلى Edit Manage Citation. ألاحظ هذا البحث الموجود عندي حاليا في هذا الملف هو بحث واحد، لو كان أكثر من بحث حيطلع لك 1 2 3 4. وعندك هذه الأيقونة الذي هي Edit Reference، أضغط عليها هيأخذني إلى المعلومات الخاصة بالبحث في مكتبة الإندنوت. بإمكاني أعدل هنا أو أضيف أي شيء. مثلا الآن لو قمت بحذف أرقام الصفحات، قمت بالحذف بهذه الصورة، أروح إلى قائمة فايل مرة أخرى وأعمل سيف، هو كذا الآن قام بحفظ التعديلات. أرجع إلى الملف، أعمل أوكي. عندما أرجع إلى الملف هرجع إلى قائمة الإندنوت وأعمل Update Citation and Bibliography،
اعمل لي تحديث. لاحظوا بعد ما عمل التحديث قام بحذف أرقام الصفحات. لماذا؟ لأنه أنا قمت بحذفها الآن، لأننا قمنا بحذفها من مكتبة الإندنوت الرئيسية. بهذه الصورة أستطيع تحرير وتعديل المرجع أيضا بصورة يدوية. إذن إحنا عملنا خطوتين. الخطوة الأولى كيف أقوم بإضافة المرجع يدويا إلى مكتبة الإندنوت. الخطوة الثانية كيف أستطيع تحرير مرجع وإضافة بعض المعلومات أو حذف بعض المعلومات من المرجع بداخل مكتبة الإندنوت. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. ألقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.